منطوقه على النحو التالي: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته صباح اليوم، المادة الأولى: الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقاً لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، مدعوون للإدلاء بأصواتهم في انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية بمقار لجان الانتخابات الفرعية وفقاً للمواعيد المبينة بهذا القرار. المادة الثانية: تجرى عملية الانتخاب المشار إليها في المادة السابقة وفقاً للمواعيد الآتية: خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ديسمبر، وفي حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب خارج الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد الخامس والسادس والسابع من شهر يناير 2024، داخل جمهورية مصر العربية أيام الاثنين والثلاث والأربع الثامن والتاسع والعاشر من شهر يناير 2024. المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأخبار والجمهورية وعلى الجهات المعنية تنفيذه.